الله عليك يا ملاك، هذه سوات تسوينها؟ ها عصا شوف شكلها عصا بطل الباب. هذا ابوك مصارخ؟ ايه شو السالفه؟ صاير يما فاطمه شوفي حاضر وما حاضر صاير قاعده وياك عصا عصا ايش فيك؟ وين عصا؟ يبا ايش فيك؟ لا والله عصا لفت عند قولي ايش فيك؟ وين اختك عصا؟ ليش عصا؟ عصا انت شكو؟ ايش فيك يا مبارك؟ هيانها مبارك قدامك، هيانها ولك ما تفهد ما تتقطعها. لا لا انا قالت لكم اليوم انا راح اطق احد ما حتصدقني. لا والله تخوفتيني حبيبه. بس ايش انتي؟ شو السالفه؟ شو السالفه؟ شوفي هذا وانت تعرفين. شنو صاير؟ انا مو فاهمه شيء. أكيد في شيء غلط. حصة؟ شنو هذا؟ يما هذا دكتور مشعل. بس صدقني ما بينا شيء غلط. شو اللي سويتي؟ هذا شو اللي سويتي؟ شو ركب وياك السيارة؟ في شخص طعنه وأنا ساعدته وخذيته المستشفى. وإذا مو مصدقني في قضية تدل على هالشيء. الله عاد هذا مسلسل وتذكرته. بس بطولة منه والله ما أدري. ما مو سوي شيء يوف. شفت مبارك؟ الهزمت الحاشط وراها مبارك ولك من شعرها هيك وسع لها سحل. شنو انت هيك؟ شنو شعرك؟ تعالي هيك بدل تصورني وانا معاك ودز الصور حق ابوي تكفى تصرف مشعل. وقتك تطفي او وخرت يا وخرت عليك مخر عليك يا وخرت حط الباب مبارك. اسمع البنت شو تقول؟ شو تقول البنت؟ ولد شو تقول؟ عزا وصخام شو تقول البنت؟ طالع ويا واحد. انت ما تسكتين شوي؟ سكتت. اقول لك اكسر الباب ولا اقول لك دق على اخوها. بطل الباب. هذه تاليتها؟ يبا ما انا بطل الباب. انا ما سويت شيء. بطل الباب. مبارك هذه تربيتك؟ بطل الباب. بطلي. والله ما تمد يدك عليه. وخري عنها. ما وخري حتى لو تموتني. قلت لك وخري. يبا صبر عطها فرصة تشرح لك. أكيد عندها شيء تقوله. يبا الله يخليك هدها علشان خاطرنا. مالها قاعدة في البيت. تعالي معي. هذه حصة تربيتي خلها. ها هو ها هو. هذه تربيتي لا أخوك تربية. تعالي معي. سكتت. خليها. فيها اللي تبي. بس يمي البيت. يبا يما الله يسلمك يا بنتي. يما انت حرام عليك يبا لا تاخذها. امشي اموت شعرك بعد ما تقعدين في هالبيت كله منك. انطفي ولا تصير في العائله تصير. مع السلامه. امسك يما تعالي. يلا يلا الله يخليك تهدي. منيرة ديري بالك عليها. يا امشي. ندولة تسوي مشكلة. ندولة تسوي مشكلة. يما هدي الله يخليك. ما في شيء أبوها ترى ما راح يسوي لها شيء. لا تحاتينا. بتقعدين بهالدار ما تطلعين منها وبقفل عليك الباب. يبا حرام عليك لا تظلمني. ليش مو راضي تصدقني؟ يبا مو كافي ظالم امي وخواتي طول هالسنين؟ الحين يا دوري بعد.
تعاملتش معاها؟ يبا واللي سلم عمرك واللي خليك يبا يبا انا تربيه امينه ما اسوي كذي يبا خل تنفعك امينه مبارك لا تعب روحك اغفل عليها الباب يلا قدامي يلا يلا يبا 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 واللي سلم عمرك يبا الله يخليك يعني الله يخليك يلا يبا زين لا تبطلين لها الباب لو بغيتي تودين لها الاكل عقب ما تودين الاكل تقفلين الباب بالمفتاح سمعتي حاضر حاضر حبيبي تامر يبا ابي غرفتي بس بس ولا كلمة ما تشوفي عصبي لا يلزقك بالقاع بس بس ادري ودك تذبحينها بس هدي شوي عشان ابوي هانو ضميري عاد شنو الصوت العالي هذا ابوكم ما يريدكم فهموا ما راح نطلع برا البيت يعني شنو نطلع برا روحي نادي ابوي روحي يلا يلا يلا, يلا. شوف من تتكلم يا دت الهاون احترمي نفسك يا البسوس يا السوسه ايه. روح نادي ابوي وما لك شغله تدخلين بيننا البسوسه هولت خير يبا الله يخليك امي تعبت لاني خذيت حصه رد حصه لنا واحنا بنسوي لك اللي تبي امكم ما عرفت تربيها ايش دعوه يبا ما عرفت تربيها زين انا عندي فكره ليش ما تاخذ حصه تحبسها هناك بدارها ببيت امي وتاخذ المفتاح معك كلامكم مرفوض يلا فارجو زين يبغى اكحد محصة افهم منها افهم الموضوع وتالي لك حق افكر في الموضوع يلا يلا فارجو حسبي الله عليك حسبي الله عليك كله من نفسك سكتي يدت الهاون يلا 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 بالعلسانك لا اكوفنك هني يدي وين ليت مالي خلق راسي عورني لا فرك الحلقك فرك امشي ليت تقول عبالة فريق سلة داخلين عليه ثول بعينك الطول طول النخلة والعقل عقل الصخلة لا تحاتيني لا تحاتيني يما إن شاء الله يما إن شاء الله بتذبع خواتها إن شاء الله حتى لو تترى وينها بيت أبوها وكاهو لا تحاتينها هاي يما بشرة صار والله يما ماني عارفه ايش اقول لك ابوي وايد معصب انا متاكده ان كل اللي صار من تحت راسها الساحره حسبي الله عليه حسبي الله يما حبيبتي الله عليه انا مضطره اني امشي عندي شغله وايد مهمه لازم اسويها وان شاء الله بحاول ارد لك بالليل ان شاء الله يما انا بعد يما لازم امشي بروح اجاب المحوحي يعلمكم حوحي قول امين لا تحاتون انا معاها ديري بالك عليها ان شاء الله ان شاء الله يلا مع السلامه يما خلاص يما لا تبكين